ما كتشوفو لا لا فيديو عجباتو الف مره نتو هي اللي داخله داخليه بالنسبه للخدمه ديالهم هنا خدامين لا هو الاول انا خلينا ندخلو ليا مبارك خوت تحياتي للجميع كيف ديما نهار جديد فيديو جديد اليوم كنتواجدوا مع واحد المولوع من الموالي على خدامين في الخفاء الله يبارك خويا عبد العزيز كيدير مزيان ومعروف بحديد عبد الرحمن خويا عبد العزيز كيدير بخير سامار شو هذا كي غادي مع شي ولاعه مبروك عواشرك مزيان الحمد لله الله يحفظك كما كتشوفوا الخوت هنايا عندنا واحد المجموعه ديال السفارات ديال ليجانس الله يبارك موريك وليدات مرحبا خويا عبد العزيز انا راه بغا يبيع شي على شي نشوفوا الوليدات هما اللونين اخويا عبد حتى ما كتشوفوا المستوى ديال الوليدات اللي كيعطيو شي الله يبارك عندي شي حاجه حيدتها وعندي شي حاجه فقدت برا ما كنخليش ما في الشنط هادو كاملين مبيضين مفرخين كلشي مبيض كلشي باك 2023 باك 2023 باك 2023 هنا الخوت هنا راه كاينه في طوناطه باكس باليون كاينه في الزرق كاينه في الفيولي كما كتشوفوا الله يبارك المستويات ديال الوليدات كما كتشوفوهم تقريبا هذا غيكون عنده شي 20 يوم المستوى ديالو عندنا كوبلات ديال البلاك عندنا كوبلات ديال بارابلو الله يبارك انا بالنسبه للثمن خويا عبد العزيز ثمن اخويا باغي نبيعهم جمله ما باغيش كما كتقول شي علاش ياك 300 درهم بياسه نبيعهم جمله اخويا هنا راه كاين اللي مبيض الخوش وكاين اللي مفرخ هنا داخلاني شي سلعه من برا بغيت نقول البلاصه مرحبا عندنا راه كما كتشوفوا نقربوا لكم باش تشوفوا المستويات شوفوا الطفرات كاينين الله يبارك هنا الخوت راه كلشي خدام كارون راه اللي عجباتو شي بياسه هنايا 1000 مره راه الصديق ديالنا راه كما كتشوفوا المولوع طيور فيشر من المواليع اللي ما كيبانوش معنا بزاف في السوشيال ميديا خدامين في الخفاء الله يبارك راه الدراري ديال سوق القريعه راه كيعرفوه راه كيتخدوا عنده هذاك شوف هذا كلشي خدام كلشي خدام الله يبارك الله يبارك هانتوما كتشوفوا نقربوا ليكم شوف شوفوا الله يبارك واخا نشوفو هادو لي هنا عبد العزيز هاك هاك اخويا زيد اخويا عطيهم البيض هنا ياك راه كلشي خدام كارونتي كما كتشوف اول خدمه كنقول اول خدمه كاينه اللي مفرخه وكاينه اللي م هاك انتوما كتشوفو يبارك هذا خويا هذيك فرخت الله يبارك عاد دفا فرخت هذه زيد واحد هادو كله حيت الوليدات حيت الوليدات هنايا هذيك هي اللي ولات البيض ديالها هي هذيك الله يبارك ماركوش الخوت راه كلشي خدام هنا كاين اللي مفرخ كاين اللي مفرخ كاين اللي مبيض كما كتشوفو هنا عندنا هذا المسرح هذا تا هو ها واحد الشنيبر نشدو هو الاول الله يبارك هادو هادو هانتوما كتشوفوا المستويات المستوى تقريبا شحال يكون عنده هذا لا طاح يلا وباقي كياكلو ولدي تبارك الله شدوا لينا هذا باش نشوفوا المستوى ديالو اوبالين في الايجنتي اوبالين في الايجنتي الله يبارك هذا راه باقي شامبور كتشوفوا المستوى ديالو يبارك الله يبارك راه كاينين وليدات هنا هنايا بالنسبه لهنايا خويا عبد العزيز خويا عبد الرحمن كلشي جمله كاملين جمله شي على شي غنحيدوا فيهم اربعه الاسواد ديال 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 المولا منهم هذيك البيضاء ياك هادو ما بديوعينش واني غنحيد من الدري خويا مرحبا معايا في المسرح كاين اربعه كوبلات بيرسوناتا وكاينين شي كوبلات راه
حيت راه معروفين هذوك زينين ديال المولا ما يهزك. مرحبا. هنا بالنسبه للكوبلات اللي كاينين اخويا عبد الرزاق، هنا كاين الايوينغ ياك، كاين بيرسوناتا في الفيولين تاهما، بارابلو هنايا الله يبارك، كاين الايوينغ الله يبارك. قلت بالنسبه للخدمه هادو راه خدامين كارونتي كاملين، كاين اللي مفرق كاين اللي مبيض، هادو غادي تشدهم تلقاهم ديريكت في المسرح راه خدامين، غير يكملوا معاك غير يكملوا اللي غياخذوا ما يكملوا معاه في هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه اول تفريخه ليهم في هذا العام، لا ولا ثاني تفريخه؟ لا لا اول تفريخه، اول تفريخه ليهم. دونك باقي ليهم واحد ثلاثه تفريخات ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يبارك الله يبارك. كنقربوا على حساب نشدوا المستويات خويا عبد العزيز ديال الفوكلات. اللهم يسر. ها التفريخه الاولى هذيك الله يبارك. ها هي واحد التفريخه ديال الوليدات هنا شنابر الله يبارك الله يبارك. انا كاين ست البياسات الله يبارك. هذا زي الخليقه مع ديك الرجيله، هذا اللي هنايا ها الله يبارك. هادو كاملين باك فيكس ياكم باقيين باك فيكس باك 2023 الله يبارك. ثلاث بياسات طفرات لي مع الشقينا الخوت كما كتشوفوا. بالنسبه لهنا شحال البياسه هنا الشنابر هادو هو خويا حيت ما الحبه هذيك اللي بغاها اللي بغا فينا هي لينا هذه لينا منين منا جوج الله يبارك. هذه تاهي وليديها باك داخل من هولندا باك هولندا الله يبارك. وين يوما الانتاج ديالي الانتاج ديالك ديال عرفتها الانتاج ديالك هذا. يلا التفريخه الثالثه هي هذه التفريخه الثالثه الله يبارك. عندي فيهم شي سته كاين واحد بحال هذا والاخرى الوين. بالنسبه لهذو شحال البياسه هنايا؟ هذا خويا جمله كاملين 500 درهم الحبه. 500 درهم بياسه الله يبارك. صافي خوش الله يبارك. 500 درهم الحبه راه كاين واحد اخر باقي عندي في السجنه الاخرى ما جبتهمش. مرحبا الف مرحبا. بالنسبه للخوت راه سمعتوا الاثمنه هنايا لا عجباتو شي حاجه راه في الاخر ديال الفيديو نخليو النمره ديال الصديق ديالنا، لا عجباتو شي حاجه راه يتواصل معاه راه ما يكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين هذيك السيوه ديال الكاروسات راه عند ست البيضات وفرخت واحد. هذه اللي هنايا هذه كوبلا هذيك؟ لا هذاك البيض البلوغ كاين هاد النتوة كما كتشوفوا والوليدات ديالها فينا هما الوليدات هما هادو اللي هنا ياك الوليدات حيت الكالوسات الله يبارك. كاين الكار ديال الديتو هاد واحد الوليد هنايا. بالنسبة لهاد الكوبلات اخويا راه اللي بغاهم بالنسبة لهاد النتوة وهاد الوليد هادي ديالها شحال كيمشيو الثمن ديالهم؟ وكاين هاد الكار ديالها كاين الكوبلة كوبلة بشحال؟ 300 درهم. الوليد ديالهم بشحال هذا كيمشي معاهم؟ معاهم ماشي مشكلة 300 درهم سير هذا ديال هذا مشى معاهم 300 درهم الله يبارك. بالنسبة كاينة هاد المولينا 2023 الله يبارك. سون شيك سون شيك الله يبارك. هادي اش من باك قلتي لي 2023 ما عمرها ما خدمات هادي يلا جايه للخدمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شحال الثمن ديالها؟ اخويا تنقول 5000 درهم 5000 درهم الله يبارك. هانتوما كتشوفوا المستوى ديالها المستوى ديالها راه باين واضح واضح في الفيديو اللي عجباتو الف مرحبا. عاد نعاود ثاني هنا هادي هي داخله هادي الاكولي بيضه بيضه الاوبالين اناناس اناناس والاوبالين نتوا اوبالين وذكر اناناس اناناس الله يبارك. الذكر هو هذا الاوبالين نتوا ديالو اناناس راه باينه راه المستويات راه باينين. هذه راه النتوا راه الريد فيس الاخوان كما كتشوفوا الله يبارك. الحموريه راه طالعه طالعه بزاف كما كتشوفوها. بالنسبه اللي بغاها القفزه القفز ديالها بشحال؟ هادي مبيضه اه لا لا على القفز اذا تبع عندي اقول مرحبا. شحال كتمشي هادي؟ 3000 درهم القفزه 3000 درهم الله يبارك. بالنسبه خويا كاين الكاروسات هاي باس بلون كاين هي باس بلون هاي هاي مفرخات بارك الله هاي هذا الوليد الله يبارك. واحد الكوبله هنا مفرخه ديال الباس بلون كتمشي كامله بقفز ديالها بولادها بكل شيء ليها ولادها. شحال من وليد يكون هنا؟ انا اول نهار طليت عليها يا حيدي الله يهديك ولات نجري عليها الله يبارك
هادشي ما تذكر ديالها عندها خويا جوج وعندها بيضة. كنت لوح الالبينو هادي كنت لوح الالبينو ديجا راحت لك الالبينو وليد ديال هذا لا هذا اللي فوق هذا ولد هذا ولده ولده هذه راه البينو راه شوف الولد ديالك الله يبارك كانت له الالبينو كانت له الالبينو واش الله يبارك لا عجبته الف مرحبا بشحال كتمشي هذه الثمن ديالها 600 درهم بقى في بولاد 600 درهم كاينه القفز ديالها بولاد عندنا هذه حتى هي الله يبارك راه داخله الصندوق غتكون بيضه ولا مفرقه لاتينو لاتينو لوتينو العيال الحمراء هنايا غتكون مبيضه ولا مفرخه الاخوان لوتينو العيال الحمراء اللي عجباته الف مرحبا جر الصندوق بيضه بيضه صافي حلها خمسه البيضه صافي حلها لوتينو ياك لوتينو عين حمراء بجوج لوتينو عين حمراء شنو اخر عندنا هنايا خاها الثمن ديالها 600 درهم مقبزه 600 درهم مقبزه بالدرجات مرحبا هنايا هادي فيا هادو ايزابيل هادو ياك لا بيرلي في الباس الاول بغيت نقول لك بيرلي انا قلت لي الايزابيل هادو بلا مشطر هادي الايزابيل كما بيرلي كما كتشوفوا كوبلا الله يبارك شحال الثمن ديال هاد الكوبلا هادي 600 درهم مقبزه 500 درهم هذا خدامه عندك ياك ديجا خدامه عندي الله يحيط لي ولاد الله يبارك صفر عندنا باقي لينا دابون غندوزو دابون الف مرحبا نمشيو لكابون كاينه الانتيوا هادي اخويا بعث لي الدكار ديالها ما بغيتش نتلاقى معاهم يضربوها شحال شحال هادي كتمشي هادي هادي كتلقى اخويا 250 250 الله يبارك هاي الشيخ اللي عجباتو الف مرحبا بالنسبه للاثمنه اخويا ديال الكوبلات اللي في المسرح اثمنه فيكس هذوك 300 درهم شي على شي درهم هذه على هذه هذه شي على شي هيدو خمسه كوبلات ديال مولاهم وكل شي يدي كما سمعتوا الاخوان اثمنه راه فيكس 300 درهم بياسه راه كل شي خدام خدام ما عنديش الوقت اللي غنبدا نبيع بالحبه بجوج بالحبه دابا اللي غيدخل خصو يدخل على كل شي المهم راه غنشري انا كاع هذاك البورطه والثمن والصفره الثمن مرحبا الف مرحبا اكثر من هاد الثمن هانتوما الاخوان شوف السرعه اللي عجبتو شي بياسه شوفوا المساويات ديالهم منهم المولينا عندنا الكالوبسات هنا الطفره ديال الكالوبسات والمسرح اللي عندنا هنايا جوج مسارح الف مرحبا دابا غندوزو للكابوني الوليدات ديال الكابون سير ان شاء الله الصباح الله ما يسير كتشوفوا الخدمه راه الصديق ديالنا من الموالي اللي خدامين في الخافه ما كيديرش معنا بزاف والله يبارك راه خدام الله يبارك سير الله ما يسير هذه الخلافه اللي بغاها نبيعها هذه ما عنديش هذه الله يبارك تذكر 2018 النتوى 2016 النتوى هي اللي داخله داخل ياك بالنسبه للخدمه ديالهم هنا خدامين لا هو الاول دخلها دخلوا لي من برا باقي ما والله درتهم في هنا بالنسبه للثمن ديال هذا اخويا رجع هذه الاخر ديالها هي 10000 درهم لا قفز البرداد رجيش قول لي الريش 10000 درهم الله يبارك تشوفوا المستوى ديال الكارت الله يبارك الناس ورا داخل الصندوق المستوى ديال الكره هو هذا الكوتش هاي هادي الصندوق طيب هاطو اخويا لا ما يسير الله يبارك بالنسبه للوليدات ديال الكابون الله يبارك الله يبارك عشاق الكابوني هاد وليدات اخويا وليدات 2023 لا 2020 الله يبارك هذا هو البياس هادو هما الكابوني فري كابوني الله يبارك بياسات في المستوى مع الشقين هانتوما كتشوفوا المستويات ديالهم الله يبارك يا اساس مهلين الله يبارك شحال تقريبا عنده اخويا عنده اخويا هذا شي شهرين ونص شهرين ونص شهرين ونص طالع في ثلاثة الله يبارك الله يبارك الله يبارك عندنا هاد البياسة هادي حتى هي
راه فيها سير خوت، راه فيها سرابيل، فيها سبوموس الله يبارك. خلينا نيس لحمتها عندنا هاد البياسه ديال المولينا حتى هي اوبالينا هي هي مدريسي، راه مدريسي الله يبارك. كيو اجي ماك خايف اصاحبي، نحل الحبه ديال ضربوا خمسات الطوله باش كبروا خمسه بحال خمسه ولا يضربوا هذه 3 كيلو الله يبارك. هذيك كنعمر فيها باش كتجي ساهله الله يبارك. هذا راه تقريبا قلت عندهم شي 4 شهور هادو ياك. شحال باش تفطموا دابا تقريبا باش مفطومين؟ باقي كنعطيهم مرة مرة. الله يبارك. وبالنسبة للبرو اش كتعطيهم سميتو؟ كتعطيهم هذه الزرع ياك؟ لا ما كنعطيهم فيها هذيك، كتعطيهم الزرع. الزرع دابا كينقبوا منها، كينقبوا من الزرع. عرفتي مشغولنا في الصحة ديال الماي. نوريك اخويا. مرة مرة كتوكلهم، مرة مرة كت كنمني باش يبقاو معايا في يبقاو شادية عرفتها، مرة مرة كي زيد طلعتي. عندنا هاد البياسة هادي، قبل ما نوريكم الماكلة ديال كابونا نعطيكم هاد البياسة ديالي. زيد الكاميرا هي اللي مخليها هي، الكاميرا هي اللي مخليها هي. طلع بعد شوية. زيد طلع. الله يبارك البياسة ديالي. طلع ضرب. الله يبارك. الماكلة خويا عبد الرحمن هاي. الماكلة ديالهم أخويا. الماكلة هاي شاب. هادي دابا كاينه بشو كاينقبوا منها ياك كاين خدام واش دابا كيضربوا هادي خدامين بهادي دابا خدامين بها النبق الخروب قرقاع ومخلط لهم ثاني ولكن مازال كيتسوراك هو مره مره ياك كنبغي نعطيه مره برادع كاين هادي تا هو هاوس باربلو هذا لا هذاك اوبالي الله يبارك فيها ديال الفيشر بالنسبه للكابوني الوليدات اخويا عبد الرزاق ديال البيع الثمن ديال البيع الثمن الاخر ديالهم الله يبارك راه كيما شفتوا المستويات ديالهم الماكله باش كاين القرقاع الكاوكاو البيستاج اكاجو هذا الديماراج ديالهم من ورا السورانك ياك من الراس يعني هذا مصايبو الراس حتى ياك كتعطي لهم من ورا فاش كي الفاكهه كنعمر ليهم كياكلوا لا الكبار ولا الصغار هنا كاين الاكاجو كاين كاين اللوز ياك اللوز الزريعه البيضاء الخضراء منقيه نورت الشمس كلشي الله يبارك بالنسبه للماكله ديالهم يا ساتر هما هادو 8000 الثمن ديال البيع 8000 درهم ياك الله يبارك طيب وبالنسبه لهنا هاد المولينه هادي هذيك المولينه اخويا مدريسي ما كيعاد ما ولا شي عاد سميتو كيوي شحال الثمن 700 درهم 700 وهاد البياسه ديال الوليد 400 درهم 400 درهم الله يبارك الله يبارك الخوش بالنسبه هذه راه مولعين بها هذه اريراس اريراس هذه مولعين بها هذه الله شريتها باغي ان شاء الله نجي وجه الماكله ديالها شتي ها حتى هي راه حاطه حتى هي نفس سميتو ديالها والو ما كاينش هذاك الشيء ديال عطيها الزريعه وما كاين لا الله يبارك واخا نشوف واحد البياسه خرج لنا واحد البياسه هنا نعاودوا نشدوها مرحبا الله يبارك شدوها شدها شوية الله يبارك ما كاينش واش سهل اخويا سهل الله يبارك ما كاينش هذيك بحال الراوز ولا العدس ولا الله يبارك النهار اللي خرجوا من عندهم هما خليتهم عند مولاهم شهر الله يبارك طلبوا الريش كانوا الباب مزيان الخوت هادشي اللي كاين بالنسبه للصديق ديالنا غنخلي لكم النمره ديالو اللي عجباتو شي بياسه 1000 مليون مرحبا خويا بالنسبه للنمره ديالك النمره ديالي اخويا 06 76 61 00 55 التعليقات بالنسبه اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه ميساجات واتساب والو ياك فيسبوك يتخدم بالنسبه اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه ما بغاش يجاوبنا ولا بالنسبه للنمره راه بغى شي حاجه يصوني لي ولا يصيفط ليا في الواتساب حتى هو كترد في الواتساب حيت غيكونوا ميساجات بزاف التعليقات لا الفيسبوك مره بالنسبه لكاين شي ما كنساليش كاين ميساجات في الواتساب ولا لي زابي ومن الاحسن اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه في لي ابيل احسن الخوت بالنسبه للفيسبوك وما بغاش يرد ما كنجاوبش فيه خوت بالنسبه للنمره راه على المباشر لا عجباتو شي حاجه في البياسات لا في ليزانس لا في الكالوبسات لا في المولينا لا في الوليدات ديال كابوني 1000 مليون مرحبا تحياتي للجميع السلام عليكم كنشكروك الله يخليك